السلام عليكم ورحمة الله. الليلة هنشتغل برايمر بيكينج أو برايمر ديزاين عن طريق الـ NCBI. هنخش الـ NCBI. طيب ظهرت معي. طيب خشت معي الـ NCBI، فهختار جين، أي جين مثلا إنسولين. طيب عندي الجين بتاع الأنسولين، ممكن أعمل فلترة للإنتريز بتاعتي ريفسيك. ريفسيكونس جين. طيب عملنا فلترة ل مكونات اللي انا عاوزها، مثلا عاوز سيكوالز كونتنت، طبعا دي ال دي الداتابيس، ده اللي هو انسولين نيوكليوتايد. فبعد ذاك ممكن نفلترها. اذا عاوزين نشتغل بريفيرس ترانسكريبتاز بي سي ار، هنشتغل على المسيج الار ان اي، برضه نون كودنج ار ان اي ممكن نشتغل عليها بالريفيرس ترانسكريبتاز، او ممكن نشتغل على الجينوميك دي ان اي ار ان اي. فنحن هنشتغل مثلا نون كودينج ار ان اي، ودي غالبا النون كودينج ار ان اي والمسجل ار ان اي اللي بيقيسوا بيها الترانسكريبشن اوف انسولين. ومثلا عاوزين نعرف الفيرينس بتوين بيبل. طيب ظهرت معي هنا النون كودينج ار ان اي اللي هي 215، فممكن اختار منها مثلا اختار السيكونس دي. تدين معلومات عنها 2175 ار ان اي لينير. طيب نعمل فاصلة، اختار فاصلة، نجرب ما نختار فاصلة ولو بيك برايمر، فبيطلع الجي اي نمبر بينزل اوتوماتيكلي في المنطقة بتاعت اللي هي الاختيار بتاع السيكونس. اختار شو، وطبعا اذا في اخطاء عشان ما نرجع تاني. ادفانس ماكس نمبر اوف بلاس تارجت، ويت سايز 7. نشوف هل فيها أكثر. بي سي آر تي إم برايمر سايز أوبتيموم 20، برايمر جي سي كونتنت من 20 لـ80، يعني أوبتيموم تقريبا 50. جي سي كلامب ماكس بولي إكس ماكس 3 and stability. كل البرميتر دي هنخليها زي ما هي، نقول له get prime. طيب ظهر معانا البرايمر جرافيكال فيو، طبعا بتاخد زمان تطلع معانا النتيجة دي. البرايمر بالنسبة للترانسكريبت اللي احنا اخترناهم، برايمر سيف ده نمرة 3، ده نمرة 1، ده نمرة 8، ده نمرة 2. فواحد قصير شديد، دايما بنستخدم الامبليكون يكون صغير للترانسكريبت، دي المعلومات بتاعته اللي هو ده رقم 1. ممكن نشيله ونعمل له كوبي. برودكت سايز طبعا 70. طيب عاوزين نتأكد من السبيسيفيسيتي بتاعت البرايمر دي، هنمشي NCBI
ال سي بي اي بلس نيوكليوتايد، فحنشيل الاثنين سيكونس كوبي بيست بيناتهم، هنعمل ان. طبعا هنختار بدل نوكليوتايد هنختار ار ان ايه بدل نوكليوتايد، ممكن نختار بين هاي سيميلاريتي وبين، لكن خليها سم وات سيميلر. الماكس تارجت 100، الاكسبكتد ثريش هولد بتجي 10 فنحن هنعملها 11، البير سايز بتجي 11 نحن هنعملها 7. هنخلي الخيار ده والخيار ده زي ما هو، وهنشيل الخيار ده برا. ممكن تحدد الهوموسيبيان، حدد هوموسيبيان هيومن عشان ما، لكن نخلي الخيار ده برا برضو، نقول له بلاست. طيب هنا ظهرت معانا الريزلت بتاعت بلاست بالنسبة للنيوكليوتايد. طيب هنا بيظهر لي السكور ماسنجر ار ان اي اوف هيز ار اس انسولين ريسبتور سبستريت 1 لايك. طبعا ده ما الريسبتور اول حاجة اللي انا اخترتها، ما ظهرت نهائي اكس ار اذا ده معناه شنو؟ ده معناه انه البرايمر اللي انا اخترته للماسنجر ار ان اي هو ما سبيسيفيك للحاجة اللي انا اخترتها، ولكن ده بعد ذاك الموضوع بيعتمد على العينة. لو العينة فيها الماسنجر ار ان اي اللي انا اخترته منه اصلا اللي هو ده، ف هتشتغل وهتشتغل غيرها. طبعا هنا بنعرف السبيسيفيسيتي بتاعت البرايمر بتاعنا جرافيكس، حتى لو ملاحظين هنا ما كلها بتدي يعني دبل ستراند. طيب لو عملنا الاينمنت ده بيديك بالضبط المناطق اللي اقترنت فيها، يعني مثلا هنا في ميس ماتش واحدة، طيب لو عملنا تاكسونومي نلقى انه ايوكاريوت اوفيس هوموسيبيان تقريبا ما في كابرا هيريكس. كابرا هيريكس هي يعني بتعتبر من السكور بتاعها عالي جدا، ومعاها اوفيس ايريس الاوفيس ايريس. تمام، فدي كلها يعني السكور بتاعها تقريبا اعلى سكور هو 37، فمن هنا بنقدر نعرف السبيسيفيسيتي. مثلا هنا سكور 37 37 37. في طريقة تانية طبعا، لأنه نحن أول حاجة اشتغلنا على ماسنجر ار ان اي، تاني حاجة اشتغلنا على الأوفيس الأوفيس أقصد الكابريس هيريكاس الكابر هيريكاس، بالتالي نحن ما اخترنا الهيومن في الـ